أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم، ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج عشرة سكايب حديث عراقي. القضية المهمة اليوم اللي نتحدث عنها هي تجدد المظاهرات، التظاهرات التي خرجت في العراق، يعني لماذا تجددت مرة أخرى بعد نحو 3 أشهر من الانقطاع بسبب فيروس كورونا وتفشي وباء كورونا. أيضا هو تفشي وباء كورونا، المحاذير من تفشي أكثر، هو اللي يجعلنا نتساءل لماذا تتجدد التظاهرات في هذا الوقت بالذات وبعد تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الوزارة الجديدة. هناك 3 أمور حقيقية يجب التركيز عليها، هي التي جعلت هذه التظاهرات تتجدد وجعل من الواجب أن تتجدد هذه الأمور الثلاثة. أولها أنها يعني دللت بشكل واضح على قوة إرادة المتظاهرين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني دللت على عمق إيمان الثوار والثورة بأهدافهم. الأمر الثالث هي تصميم الثوار على تحقيق أهدافهم، تحقيق الأهداف رغم التضحيات التي قدموها والتضحيات التي سيقدمونها في قادم الأيام. هذه هي النقاط الثلاثة المهمة. إن تجدد التظاهرات هكذا يجب أن نقول تؤكد أنهم أن هناك أمور لا يمكن تجاهلها أبدا، لا يمكن تعويمها، لا يمكن خداع الناس بها بعد 17 سنة من الخراب والدمار والخداع والتضليل والقصص الوهمية. أول هذه القضية، يعني أن وجود ظهور وزارة جديدة هذا لا يعني أن الأمور قد تغيرت، وهذا الشعب يدركها تماما ويدركها كل الناس، والثورة تدركها من أول يوم، لأن الثورة لم تخرج ضد حكومة معينة، خرجت ضد النظام كله. لذلك اليومين الماضيين التظاهرات التي خرجت في البصرة، في الناصرية، في الكوت، في بغداد، في مدن كثيرة، في النجف، في كربلاء، نادت بإسقاط النظام، وهذه قضية مهمة. لذلك يعني الآن من يتحدث أن حكومة جديدة، وهناك الكثير من المطبلين لها والمطبلين الكاظمي، عليهم أن يعوا أن الشعب يدرك أن يعني أي حكومة عليها وحكومة انتقالية مطلوبة أن تؤسس بسرعة الانتخابات المبكرة، وهذا مطلب الجماهير، ومحاكمة قتلة المتظاهرين، عادل عبد المهدي على رأسهم ووزراءه. هؤلاء الذين خرجوا، عادل عبد المهدي خرج هو وزراءه من غير مساءلة، هذه حقيقة يعني، وذهبوا إلى التقاعد بشكل سلس وبشكل يسير من دون حتى مساءلة بما فعلوا وماذا أنجزوا وماذا لم ينجزوا وماذا لم ينجزوا. هذه النقطة. النقطة الأخرى المهمة، الشعب اللي خرج عليها هي اللي طاح بالفاسدين، كشف الفاسدين واللي طاح بهم، اللي طاح بالمنظومة الفاسدة كلها، وهذه يجب أن تؤسس لها خطوات سريعة وقوية وواضحة. الثالثة حصر السلاح بيد الدولة. الشعب يدرك أن هذه القضية ليست سهلة، هناك قوى إقليمية ودولية تضغط بهذا الاتجاه، وهذه الميليشيات هي من تسيطر على الدولة، وإنهاء دور الميليشيات التي عبثت بحياة العراقيين مطلب جماهيري مهم. تحرير القضاء العراقي من سطوة الميليشيات وسطوة الأحزاب، هذه نقطة مهمة اللي خرجوا عليها المتظاهرين والثوار. العمل بسرعة على تخفيف أعباء كورونا، الوضع الصحي هذا البائس، والوضع الاقتصادي البائس، والأوضاع الأمنية، تخفيف عن كاهل المواطنين وخاصة الفقراء. والآن أكثر من 40% من العراقيين باعتراف الدولة نفسها هم تحت خط الفقر. تأمين سياسة واضحة تعبر عن استقلالية العراق، عن عدم خضوع العراق لإملاءات إقليمية أو دولية وتحوله إلى ساحة للصراعات بين هذا الطرف أو ذاك. هذه كلها النقاط هي المهمة التي جعلت الثورة تخرج مرة أخرى، ومن الواجب أن تخرج مرة أخرى، وستخرج بزخم أكبر. هذه الموجات، يعني الآن نحن نعيش الموجة الثالثة من هذه الثورة، مثل ما تعرفون في 1 تشرين الأول خرجت الثورة وتوقفت، وعادت بعد 25 تشرين الثاني وتوقفت بسبب كورونا، الآن عادت من جديد. هذا يعني ربما
الموجة الثالثة من هذه التظاهرات، وهذه الموجة ستكون أكبر وستكون أقوى وستكون حاسمة بالتأكيد. التجارب المريرة التي مر بها الشعب العراقي جعلته يستطيع أن يقرأ بشكل دقيق الأوضاع ويحددها، ويعني لا يقبل تميع الأمور، لا يقبل التضليل، ولا يقبل أن يخدع مرة أخرى وأن يستمر مسلسل بقاء هذه الحكومات يعني متسلطة على رقاب العراقيين. لم تبدي يعني هم يعرفون هذه الحكومة وغيرها من الحكومات، وهذه الحكومة بالذات التي يطبلون لها ويطبلون الكاظم، لم تبدي أي بادرة لمكاشفة الشعب بما جرى. يعني هذا مهم جدا، الشعب يريد أن يعرف لماذا مثلا صار العراق على هذا الحال البائس المزري سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. الشعب يريد أن يعرف بتفاصيل صغيرة ربما، يعني كأمثلة يعرف لماذا لم تبنى مدرسة، لماذا لم تبنى جامعة، لماذا لم يبنى مستوصف، مستشفى، محطة تصفية مياه للشرب، محطات تصفية المياه الثقيلة، لماذا لم تفتح المصانع، لماذا الزراعة عندنا تقلصت، لماذا تحول البلد إلى بلد مستهلك. هذه كلها يسأل عليها المواطن ويريد منها أسئلة. لماذا أعداد العاطلين زادوا، لماذا يزداد الفقر وازداد أعداد الفقراء. خارطة الفقر تتوسع في العراق اليوم، مثل ما قلت وزارة التغذية تتحدث عن 40% من العراقيين تحت خط الفقر، يعني أكثر من 20 إلى 22 مليون مواطن يأكلون من المزابل. هذه مصيبة كبيرة. لماذا صار التعليم بلا قيمة خارج كل قوائم الجودة العالمية؟ لماذا صارت ساحات القضاء ميدان لظلم الناس وابتزازهم؟ القوى السياسية الحقيقة يدرك الشعب أن هذه القوى السياسية انخرطت في معركة، لم تنخرط في معركة بناء الدولة، بل انخرطت في معركة تقاسم واستباحة الدولة ومواردها. هذه هي الحقيقة. أخيرا وليس آخرا ربما، يعني الوقت لا يسعفني كثيرا، يعني هذه الأحزاب من عام 2003 لحد اليوم حولت العراق ساحة لتصفية حسابات دول كثيرة، منظمات، ميليشيات، عصابات، أجهزة مخابرات. لماذا صار العراق، وهذا هو السؤال المهم، ساحة لاختبار مثلا العلاقات الأمريكية الإيرانية، تبادل التوترات والكلمات والضربات والتهديدات؟ هذا كله الآن جعل من التظاهرات حالة مطلوبة وحقيقية ودقيقة. هناك حكمة ربما في آخر دقيقة أقولها، هناك حكمة ربما صينية تقول كلما ازداد ما تأخذه قل ما تملكه. هؤلاء أخذوا من العراقيين كل شيء، أخذوا مواردهم، أخذوا حياتهم، أخذوا أحلامهم، أخذوا كرامة البلد وسيادته واستقلاله وهيبة الناس وهيبة الدولة، لكنهم لم يفكروا إن ما أخذوه جعلهم لا يملكون شيئا، لأن الشعب أدرك هؤلاء مجموعة سراق، مجموعة من الفاسدين، ويجب أن يغادروا. الشعب خرج من أجل إخراجه، من أجل تغيير النظام، وليس من أجل عادل عبد المهدي أو سلطة معينة أو حزب معين أو حكومة معينة ممثلة بمصطفى الكاظمي أو غيره. هذا ما أردت أن أقوله اليوم، وما يمكن الوقت أن يتسع له. ألتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم.